مشاهدينا، وللحديث عن تصريحات الحرس الثوري الإيراني حول مركزية دور إيران في المنطقة تزامنا مع استمرار مفاوضات الملف النووي بين طهران وواشنطن، معنا من كندا المحلل السياسي الأحوازي صلاح أبو شريف. مرحبا بكم معنا. مرحبا بكم، مساء الخير وشكرا للاستضافة. أهلا بكم سيد صلاح. يعني كيف يمكن قراءة تصريح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف؟ لماذا تعيد إيران التذكير بنفوذها في المنطقة وتأكيد فشل من وصفتهم بالأعداء؟ يعني الكل يعرف أنه سياسات إيران 4 عقود الماضية هي كانت سياسات توسعية وعملت من أجل الوصول إلى أهدافها كل ما بوسعها، وما وجود الميليشيات الإرهابية في العديد من الدول وتجاوز دول الإقليم وصولا لأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلا لهذا الطرف وللوصول إلى أهدافها التوسعية. فبالتالي لا يمكن لإيران أن ينصرف عن هذا المشروع، وهو مشروع يعني إيران دفعت له ثمنا كبيرا حتى اللحظة. هذا المشروع اليوم واضح المعالم في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وتدعي إيران دائما أن حدودها تجاوز البحر الأحمر ووصل إلى البحر الأبيض المتوسط. فكل هذا السياسات الإيرانية منذ عقود لا يمكن لإيران أن تتنازل عنها. المشروع النووي الإيراني يأتي في ظل نفس المشروع وفي نفس السياق، الميليشيات تأتي لنفس المشروع ونفس السياق، فهي مكملة لبعضها البعض. تعرف إيران جيدا أن مشروعها اليوم وهي تتحدث بكل جرعة تعتبر نفسها لاعب أساسي في الأقليم، يأتي ضمن خطة عملت عليها الدولة الإيرانية منذ 4 عقود، وقاد هذا الحراك الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا وبالتحديد بلغ القدس الإيراني. طيب سيد صلاح، يعني على ذكر الأعداء، لماذا تصر إدارة بايدن على سلوك نهج المفاوضات النووية مع أنها تعلم تماما أنها غير مجدية؟ كيف أسهم ذلك في تعاظم انتهاكات إيران في المنطقة؟ يعني إيران تريد كسب الوقت من وراء هذه المفاوضات، وهي معروفة بذلك. يعني جرت هذه المفاوضات في أكثر من عقدين، والعالم كله يعرف أنه هدف إيران الأساسي الوصول إلى القنبلة الذرية، وهذا اعتقد مكشوف ومعروف لدى الجميع. ولكن سياسات التراخي والتخادم اللي تقوم بها الدول الغربيه مع ايران ادت الى ما هو عليه الان. الكل يعرف ان ايران لن تتراجع عن مشروعها النووي الذري العسكري، وهي سوف تصبح نوويه عسكريه اذا لم تتخذ دول الاقليم بالتحديد موقفا صارما. وهنا لا نعول كثيرا على الدول الغربيه، لان هناك تخادم موجود بين الدول الغربية والدور الإيراني الإقليمي، وبالتالي يعني إطالة أمد هذه المفاوضات حتى اليوم هو نتيجة يعني التراخي والتساهل الغربي. وإلا الكل يعرف أنه إيران يتجه نحو القنبلة الذرية. لو دخلنا إلى الداخل الإيراني والوضع الداخلي فيها، وخصوصا في الأحواز العربية، هل باتت تجدي تحذيراتها بالفعل بعدم الخروج بتظاهرات، أم أن الوضع في الأحواز وفي مناطق كثيرة من إيران بات يتوجه نحو الانفجار الكامل؟ الأحواز في صدارة المقاومة وفي صدارة المناهضة لسياسات إيران العدوانية وسياساتها، سواء كانت على الصعيد الداخلي أو الإقليمي. ولا يخص الأحواز فحسب، عموم جغرافية إيران السياسية هي الآن منتفضة ضد سياسات إيران اللي أدت إلى تجويع الشعب وفساد شامل بكل مكونات الدولة فيما تعرف بجغرافية إيران السياسية. وما نشاهده في الأحواز هو الصورة الحقيقية لهذه الجرائم من تعطيش وتجفيف للأنهر واعتقالات وإعدامات واختطاف السياسيين الأحوازيين والقادة. أما المظاهرات في الأحواز لن تتوقف وهي مستمرة، وأنا أتحدث معكم الآن وهناك مظاهرة كبرى في مدينة تورونتو لإدانة الجرائم والدعوة لتحرير السجناء والأسرى من سجون الاحتلال الإيراني. ولكن هذا الحراك في الداخل، وهو أقوى وأخطر من القنبلة النووية على إيران، يحتاج إلى دعم إقليمي ودولي لوقف المشروع الإيراني التوسعي الإرهابي.
طيب في الشأن الداخلي الإيراني أيضا هناك استمرار للضربات التي يتلقاها الحرس الثوري، هل باتت تلك الضربات أو هل بات النظام الإيراني يثق بالمؤسسة مؤسسة الحرس الثوري وهي قادرة على حمايته أم لا بعد هذه الضربات التي تلقاها؟ هنا يعني كل مؤسسات في جغرافية إيران السياسية التابعة لحكومة الاحتلال الإيرانية مخترقة، ومخترقة بقوة، وبعضها يعني أصبحت هشة إلى أبعد الحدود، وذلك يعود لسبب رئيسي. كما تعرفون هناك يعني بعض الشرائح من أبناء الشعوب غير الفارسية متواجدة في مؤسسات الدولة الإيرانية. وبعد حين من الزمن وبعد أن ثبت لهذه الشرائح أن هذه الدولة عنصرية وهذه الدولة لا تمثل الإسلام ولا حتى تمثل الشيعة، أصبحت تبحث عن مفر ومخرج للخروج من هذه المؤسسات، فهي من أصبحت يعني تسرب، وهي من أصبحت تتعامل مع كل من يريد إسقاط هذا النظام وكل من يريد تفكيك هذا النظام. هناك الفرد أصبحوا لا يثقون بحتى من يوالوهم من الكرد والأذربيجانيين والبلوش وعرب الأحواز في مؤسسات الدولة. الحرس الآن مخترق إلى أبعد الحدود، وكل مؤسسات الدولة فيما تعرف جغرافية إيران السياسية تصلنا وتتسرب يعني أعداد كبيرة من الوثائق والمعلومات سرية والسرية خاصة جدا، وهذا يدل على شيء، يدل على أنه ثقة هذه الفئات بالدولة الفارسية بالنظام الحاكم وصلت إلى أدناها، وفي المقابل أيضا النظام يدرك جيدا لا ثقة له في كل هذه المكونات. طيب مع الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، هل تتوقع أن تخسر إيران الاتحاد الأوروبي أيضا الذي شجع سابقا على الاتفاق النووي في ظل إصرار طهران على بقاء تحالفها مع روسيا؟ بالتأكيد بالتأكيد الاتحاد الأوروبي موقفه واضح من كل من يقف إلى جانب روسيا بالمرحلة الراهنة، وإيران والصين أول من يقفون إلى جانب روسيا الفيدرالية، وبالتالي يعني ليس فقط إلى جانب أوكرانيا، إيران أعلنت يعني موقفها من مسألة تايوان أيضا، وهذا يعني هي تتحدى العالم وتتحدى الشرعية الدولية، وسوف تكون هناك مواقف أكثر صرامة من الاتحاد السوفيتي والولايات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة سياسات إيران. طيب في آخر سؤال، هل يمكن التعويل على تغيير ما بتعامل واشنطن مع إيران في حال فشلت المفاوضات النووية؟ نتحدث هنا عن شحنات صواريخ إيران تصل باستمرار إلى الميليشيات في اليمن وترسلها إيران إلى اليمن حيث تهدد الملاحة البحرية هناك، هل ممكن أن تغير واشنطن موقفها؟ للأسف الشديد يعني الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن المجهول في إدارة إيران وتقييم سلوك إيران. الحكم في إيران له عدة رؤوس، فبالتالي حتى إذا أعلنت الخارجية الإيرانية قولا ما سوف يقوم الحرس بفعل عمل مختلف تماما ما، وهذا ما أكده رئيس وزير الخارجية السابق ظريف أنه هو يعمل شيئا وسليماني كان يعمل شيئا آخر. لا اعتقد على الاطلاق ان يعني ايران ستغير سلوكها، ولا اعتقد انه الاداره الحاليه الامريكيه سوف تتخذ اجراءات صارمه بحق النظام الايراني، وهذا ما يعني جعلها وقحه وتتصرف كما تشاء. اتصور يعني الحرس الارهابي الايراني يختطف اليوم احد السفن النفطيه ويقول هو يمنع التهريب للنفط، في حقيقه الامر هو يعني يخدم السياسه الروسيه في يعني عدم وصول النفط والغاز الى الاسواق، والكل يعرف انه حتى اشهر قليله ايران كان يهرب ملايين البراميل يوميا للاسواق النفطيه خارج عن أوبيك وخارقا للحصار الإقليمي والدولي، ولكن الآن هو يتجه باتجاه مختلف تماما. هذا يدل أنه السلوك الإيراني تابع لسياساته الاستراتيجية وهي الهيمنة على المنطقة وتغيير الأنظمة وخلق أنظمة تابعة لإيران كما هو موجود في العراق وموجود في لبنان وسوريا وأيضا في صنعاء المحتلة. هذه الأنظمة سوف تلعب في كأغبار على
السياسة الإيرانية تقوم بخدمة سياساتها الإقليمية. هذا لا يتغير في السياسة الإيرانية لا في الحاضر ولا تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية. من كندا المحلل السياسي الأحوازي صلاح أبو شريف، شكرا جزيلا لك.